سنفتتح فندق الأخوين حشرات ونلعب بالملايين والمئات. ماذا تقصد بجربنا الخطة سابقا؟ نحن في روما، الوضع مختلف، معنا سكوتر هذه المرة. أمسكت بكما. ابتعد. لا أستطيع فعل شيء في الخلف، أنا بلا فائدة. أخيرا الوقت يشير إلى الثامنة، أكسلريت حالا. شكرك. أرجوك لا تخف، أرجوك لا تخف. انتظر، أنا الفتى الصغير. لا 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 لا. ما الذي حدث؟ أنت لا تعرف الاستسلام أبدا. سترى من سيستسلم. لا أصدق أنه ما أفلتا. بفارق السرعات يا صغير، سأتأكد من منحك دعوة خاصة في حفل افتتاح الفندق. لا شكرا. ستفوتك الفرصة. بالضبط، التخطيط الجيد أهم شروط العمل الجيد. ماذا تقصد بأنني أضغط عليك نفسيا؟ منذ متى تفهم في هذه الأمور؟ لست الوحيد المنطلق بدراجة صاروخية. قيادتها أفضل من الراست باكت. أو لا، لا توقعيني. لا 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 لا. إن المواجهة اليوم سهلة جدا، لكننا لن نعتمد على فشله، فلننهي ما بدأناه. لا أرجوك. أنت شرير يا سيدني. ألقها. آسف، لست داخلها، أستعمل الحافلة المدرسية. من المستحيل أن يعود مجدداً الآن. كفانا لعباً، لنبتعد من هنا قبل أن ينهض ثانية. أسرع أسرع أسرع. لن تهوى. أنتما لن تستطيعا الفرار مني، قوتي بلا حدود. يا للأسف. يبدو أنني أخطأت، إنه يقع ثم يقع. لا أعرف الكلمة الإيطالية للوداع. ريفيديرشي. أوقفوهما، سرقا البانثيون. عرقلة كابوير حاسمة. لا، هدف حياتي يضيع. سأمسكه، سأمسكه. لا مشكلة. صغيري، أنا قادم. لا 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 لا. يا أصدقائي، أحضرت لكم البيتزا لأنكم أنقذتموني. انتبه. لا لا. البانثيون. إنها أفضل بيتزا في العالم. أنا لا أعرف ما هو الخطأ في خطتي، كانت بارعة. أتمنى أنك تعلمت درساً قيماً. نعم بن، عليك أن تكون حريصاً. عما تتكلمان؟ أنا لم أفعل أي خطأ. تعرف، معك حق. نعم، علينا الاعتياد على سقوطك المتكرر، المهم أن تقوم ثانية. أجل، والآن علينا إعادة هذا إلى حجمه الطبيعي. أظنني أستحق شرف فعلها.